يقول: ورد عن المؤلف رحمه الله أنه قال: وطلب الإمام أحمد العلم سنة وفاة مالك، وهي سنة 79. طلب العلم إيه؟ وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك، وهي سنة 79. يقول: ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله قد مات سنة 79 و100، فما وجه الاقتصار عليها دون المئة؟ الأمر سهل في هذا، يمكن في وفاته رأيان أو قولان. نعم، الأمر سهل في هذا. نعم، المهم أنه مات رحمه الله، وهو قبل الإمام أحمد بلا شك. نعم.